أنا أعتبره أكثر من مجرد معرض أو تجمع للناس اللي تحب الموضة. أنا أعتبره احتفال بالفن والابتكار والتعرف على المصممين الموجودين. طبعا أنا سعيدة باللي وصلت لقطر من اهتمام للموضة والأزياء. قاعدة مهمة تعطي الفرصة الصح للمصممين، من خلالها نكتشف قفاطين وتصاميم وعبايات مميزة، من خلالها نختار الشيء اللي يناسبنا واللوك اللي دائما يميزنا. كل هذا موجود في معرض هي. معرض هي للأزياء العربية من 28 أبريل إلى 2 مايو. الأناقة والإبداع.